أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج أبشر. ما زلنا في بابل، تحديدا في جنوب بابل بالشومالي. وبما أنه إحنا مركزين على واقع التعليم بالعراق، فردنا نعرف بابل شكو. أكو عقبات وتحديات وبارقة أمل. نتحدث اليوم عن الأمل. يعني شنو؟ يعني وزارة التربية مشكورة تحاول بكل جهودها ومن خلال دعم رئاسة الوزراء أنه تقدم منجز خلال فترة بسيطة في بناء أكبر عدد ممكن من المدارس اللي تحتاجها المحافظة. وطبعا راح نعرف كم مدرسة بنوا خلال هاي الفترة وليش تأخروا، شنو السبب يعني طيل هاي الفترة اللي راحت، ليش تأخروا في بناء المدارس في الوقت الذي هنالك انفجار سكاني وكذلك أعداد الطلاب يعني في تزايد مستمر والدوام ثلاثي. شلون رتبوا وضعهم وشلون مشى العام الدراسي؟ لكن احنا متوجهين إلى إحدى المدارس لتسوي لقاء ويا إحدى الشخصيات اللي هو أيضا مدير مدرسة وإلى باع طويل بالتدريس ويعرف كل الخفايا وكل الأمور وكيف تدار المدارس اليوم هنا في بابل. فرح نسأله. شفنا مدرسة اللي دشوفوها، هاي المدرسة من 2012 المفروض تنبني وتكمل لكن تركت. بس ليش تركت هم ما ندري. المهم هسه احنا ب 2023 وفي هذه الفترة تم اتخاذ قرار في بناء عدد كبير من هذه المدارس. اعتقد هذا بناء جاهز، ما اعرف، راح نسأل. ولكن هي هاي خطوة مهمة لازم نكبر بيها. هسه احد يقول لي يا بدي مش مدري ان هاي مدرسة زينة لو مو لا زينة. واحنا لازم نثق بالإرادات الشريفة والشخصيات اللي تحاول دائما انه تزرع امل. اليوم لما نشوف أكو صرح تربوي جديد ينبني من أجل أنه طلابنا يداومون به نفتخر ونفرح. وأكيد طبعاً راح تكون به حديقة ويجي المساح يسوي السياج وحسب الأصول، الأمانة يعني وحسب الأصول، في سبيل أنه تستوعب أكبر عدد ممكن من الطلاب وتقدم خدمة ويقل الضغط على المدارس الأخرى. تمام ولا مو تمام؟ لذلك تفضلوا بالبقاء معنا في هذه الحلقة اللي راح تكون بها مواضيع كثيرة وشخصيات كثيرة وبعد هذا الفصل. السلام عليكم استاذ. شلونك؟ يعني شلون صحة؟ مرتاح ان شاء الله؟ الله يخليك. ممكن تعرف نفسك؟ استاذ علي هلال مطير الجرياوي، مدير مدرسة في ناحية الشوملي. أنا مرشح عن قائمة أبشر يا عراق، تسلسلي رقم 2، رقم القائمة 143. لي معرفة طويلة وباع طويل في إدارة المدارس كوني كمدير مدرسة وكمرشح أيضا، وأعرف الواقع التربوي بمعاناة كثيرة. لكن إحنا نحكي عن الأمل المشرق اللي إحنا نتحدث عنه واللي إحنا نطمح إليه كمرشحين، بحاجة إليه في نفس الوقت، لأنه احنا هذه السنوات لقينا بصمه امل انه اكو انفتاح كبير جدا بالواقع التربوي من خلال الابنيه المدرسيه، من خلال الابنيه المدرسيه والاضافه الجديده اللي اجتنا من خلال الملاكات الجديده والاعداد اللي قامت تكفي من خلال الاختصاصات او غير الاختصاصات، قامت تكفي لاعداد الطلاب الهائل اللي كانت محصوره من خلال دوام ثلاثي او دوام رباعي. الان احنا كناحيه بسيطه، ناحيه الشوملي اللي هي جنوب محافظه بابل، ونقول عليها هي ابعد نقطه في بابل، الان لا يوجد دوام ثلاثي. هاي نقطه متاز. مهمه ومشرقه. والان في قيد الانشاء مدارس جديده، قيد البناء مدارس بها خدمات اكثر من البناء القديم، مثلا كمختبرات، كساحات. راح نشوفها. وهذه المدرسه اللي هسه تشاهدونها هي مدرسه كانت متوقفه من 2012،
لكن الآن تم العمل بها وهسه نسبة الإنجاح. حسموها مدارس البناء الجاهز. مدارس البناء الجاهز اللي توقفت من 2012 لكن الآن بدأ. يسأل سائل ربما يقول يعني هاي المدارس عملية لو بعد فترة أيضا تبدي تتفلش لو بناءها مو زين ممكن يعني. والله هذه الأبنية هي أساسا اللي تفلشت المدرسة القديمة اللي تم هدمها بسبب بسيط وكان هو السبب هو أرضه. الأرضة كل احنا نعرفها هاي الأرضة آفة تجي لمكانات اللي ما كان لها مثلا عناية بالمبيدات أو هذه أكيد المدارس من يبنونها يأخذون احتياطات لهيش مسائل ما كان ماخذين احتياطات لهذه المسائل وتم هدمها والمدرسة كانت بها مدرسة يعني هاي المدرسة شو هاي المدرسة ثانوية للبنات وهاي الثانوية بها متوسط بناء درجة أولى يعتبر أنا احتبره درجة أولى صحيح البناء احنا هذا جاهز. يعني جاهز نسميه احنا وخطوة جديدة ما مر بالبلد السابقة لكن اكو مدارس تم فتحها في محافظة بابل شفنا بها لمسات ممتازة ويعني تخدم الواقع التعليم. هذا البناء الجاهز يكون سريع عملي؟ سريع اذا كانت الشركة فعلا عندها جاهزية للعمل لكن مو سريع اذا كانت ماكو جاهزية للعمل. هذه ما كانت اكو جاهزية للعمل الشركة اللي كانت تنفذ مو من الشركات الرصينة وهذا الخطأ الفادح اللي وقعت به التربية وأخرت من 2012 وإحنا هسه حالياً 2023 كنا نعاني السنة يلا فك الاختناق صار الدوام ثنائي وجوز هسه أكو بعض المدارس دوام ثلاثي بغير مكانات لكن إحنا كشوم كم طالب يعني جالس بالرحلة ثلاثة لو اثنين لو حالياً الأمور طيبة تقريباً لأنه الأعداد بدينا من خلال فتح المدارس الجديدة بدينا نقضي عليها يعني مثلاً أنا كمدرسة كنا دوام ثلاثي نعم. المدرسة اللي هي أعداد هائلة نعم. السنة لا السنة صرنا دوام ثنائي لأن فتحوا مدرستين جديدة نعم. وشالت المدرسة الضيف اللي ويانا نعم. فمن شالت أصلاً المدرسة هي أعداد هائلة جسموها بالنصف سووها مدرستين وأنا كمدرسة بدينا نسيطر على وضعنا ومن خلال الملاكات الجديدة اللي أضافة طبعاً أضافة ممتازة للواقع التربوي هم الملاك الجديد اللي اجانا هذا بيه اختصاصات كامله يعني احنا بدلا ما كان الاختصاص جزء عربي يدرس مثلا اجتماعيات احنا لا هسه كل 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 واحد تقريبا ضمن اختصاصه للتدريس ممتاز. هذا ايضا نقطه مهمه حتى توصل الى مستوى تعليمي يضاهي المستوى العالمي او هسه على الاقل مستوى المنطقه كمنطقه يعني الخليج او اللي ما يدور حولنا من دول مجاوره احنا لحد الان نمشي بخطوات انا اقول يعني 50% هي صحيحه وصلنا هسه الحمد لله من خلال هذا الصرح اللي قدامنا انه مدرسه تكمل ومتوقف من 2012 وخلال 6 اشهر مثلا راح تكمل جزء خلال السنه هذه تكمل ان شاء الله هذا شيء ممتاز يعني احنا العام الدراسي المقبل ان شاء الله تبلشون ان شاء الله بحيل الله بحيل الله انه هاي المدارس تكمل واحنا نقضي على كل ازمه الاختناقات فك الاختناقات يعني من خلال هاي الابنيه وممكن احنا غير هاي المدرسه عندنا تقريبا 3 مدارس او 4 مدارس هسه حاليا بالناحيه بالشاملي بداخل المدينه هن بدا فتحهن يعني وحده انفتحت رسميا وهسه يمكن نشوفها ونقدر نصور يمها وانفتحت مدرستين متوسطه وابتدائيه استاذ العزيز من خلال كلام يعني. عذرا يعني من خلال كلامك دا اشوفك انه انت يعني جدا جدا منغمس في اختصاصك وكمدير مدرسة ليش قررت تروح ترشح لي كعضو مجلس محافظة بابل؟ والله احنا عشنا من اجل العراق ما اقدر اقول لك عذرا نموت من اجل العراق احنا لعد اذا ما احنا هاي الطاقات اللي خلصنا عمرنا يعني احنا نخدم هالواقع هذا يعني كشريحة يعني بسيطة هي مو بسيطة وانما شريحة التربية إذا ما ربينا هاي الأجيال ونشأناها بحب بلدها من يجي ويلقى واقع خدمي ضعيف ويشوف يعني ما يدور حولنا واليوم هذا الإعلام والانفتاح هذا اللي خلى الطفل يشوف كل العالم بالتليفون يقول إحنا ليش ما نصير مثل العالم ممكن إحنا العراقيين مو صعب علينا إنه إحنا كنا الأول فنبقى الأول وإن شاء الله وبالتالي ليش من خلال هاي الشباب نبقى الأول وبالتالي ليش قدمت كعضو مجلس محافظة بابل والله قدمت والله لا حبا في منصب ولا حبا في إدارة ولا حبا أني أكون خادم لهذا الطفل اللي أني أربيه وأنشأه في سبيل كمستقبل نقول كمستقبل للبلد نقول دولة هم راح يصيرون هم يديرون بعدين دفة من سألتك عيونك دمعا ليش ما تحمل تقدر تقول أني ما تحمل أنه أشوف بلدي بهذا الحال مخوش حال مزري
حقيقة نتأمل خير. بالتالي شنو خططك برنامجك الانتخابي؟ خططي في كل حي مدرسة. في كل حي؟ في كل حي مدرسة. في كل صف 10 طلاب. في كل مدرسة مختبرات. وأنا جزء من خلال عملي أنا فاتح مختبر بسيط بإمكانيات بسيطة من زملائنا المعلمين، فاتحين مختبر في ابتدائية بحيث نشتري، قمنا نشتري نشوف التعليم وين وصل، نشتري العارضة، نشتري الأجهزة، نشتري الوسائل التعليمية، ونفتح مختبر في المدرسة من الطف الأضوية للتلميذ ويقعد بالصف ويشوف عارضة تعرض له في درس معين. الجوز المدرس أو المعلم كان يعاني من توصيل الفكرة للطالب، بس من تعرضه إلى على الشاشة يكون مشدود الذهن لهذا المكان بحيث أنه بده أنه يبقى بعد بالصف ما يمل، يركز وينتبه، وماكو شيء ياخذه اللي برا أو يفكر بشيء. يعني هذه أغلب المدارس ما بيها وسائل توضيحية، وسائل تعليمية واصلة لهالمستوى هذا، لكن عندنا طموح كبير إن شاء الله ومو صعبة والله. العراق بإمكانيات مهولة، وبالتالي المفروض واحد يستثمرها يعني على أقل تقدير، يعني مو بس المدارس الأهلية وكذا والشيء. مدارس الحكومة بالمناسبة حتى للأمانة أنا أحكي وياك مو كمرشح بس، والله أنا عندي الترشيح هذه خطوة وأمل أنه أخدم، لكن أحكي وياك كأبو كتربوي العمر خلص بهذا القطاع، فنقول نتأمل أنه بالمستقبل يكون أفضل إن شاء الله. ممكن ندخل بالمدرسة نشوف قاعاتها كذا هيك شيء؟ هي المدرسة قيد الإنشاء. على ذكر الدخول للمدرسة، يعني اللي دا أفتهمه أنه ممنوع واحد يصور بالمدرسة وأكو طلاب وكذا، ليه شنو السبب؟ إحنا نريد نوصل صورة من أجل يعني مو التقليل من شأن المدير أو الكادر التدريسي أو حتى وزارة التربية، بالعكس سلط الضوء على الأمور اللي المفروض المسؤولين يغيرون أسلوبهم في سبيل أنه نطلع بيوم دراسي مرتب، مدرسة مرتبة تمام، صبورة بها خير، مو قرطاسية كتب. أهلا خالي تمام لو مو تمام، عيني كل الاحترام، كل الاحترام الأخوة. يا أهل يسأل يقول لي لا ما أقدر ما أعرف شنو كذا، أكو واحد قال لي لا ما يريدون تطلع العيوب. إحنا ما جايين نقول عيوب، بالعكس إحنا دا نكشف واقع بالضبط، نكشف واقع بكل احترام. وأنت معزز مكرم يا مدير المدرسة أو مديرة المدرسة أو يا وزير التربية أو كل المديريات على مستوى العراق، تمام ولا مو تمام؟ نعم نعم. احنا ما جاي، احنا ولد هذا البلد يعني. لا ولد هذا البلد بالعكس. يعني إذا نطمطم هاي ونجامل هاي وما نحكي على هاي، شلون يصير التعديل؟ فأنت من خلال وجودك في لجنة التربية والتعليم في مجلس المحافظة إن شاء الله ربي إذا فزت إن شاء الله نغير هذه الفكرة أنه من الطب الإعلام. خلي الإعلام حتى مدير المدرسة. أنا ما أحكي عن الإعلام الأصفر الهدام، لا أنتم إعلام بناء إن شاء الله، وإعلام بيكم البركة، وأنتم أيضا نفس مشاعرنا اتجاه بلدكم نفس الشيء. وجوز أزيد الإعلام يكون أنت ما تعرف لما نثير نقطة معينة ما تعرف كم شخص راح يستفاد من عندها ويغير من أسلوبه، تمام لو مو تمام. لكن هذا النقص الموجود حاليا بالمدارس قلت لك من المختبرات الى غيرها بدينا احنا نغير به، نريد الى نوصل مرحله من نطب ان شاء الله من نطب الى مكان تربوي يكون يحكس مو صوره مدرسه، يحكس صوره بلد. نعم يا اخويا، بس هي تعرف احنا تاخرنا هواي، لكن نقول طموح كبير وان شاء الله واصلين. وطبعا اني حقيقه اشكر المديريه العامه لتربيه بابل ومديريه قسم تربيه الهاشميه على اهتمامهم الكبير بالمدارس اللي هي ضمن ناحيتي وضمن مدرستي، يعني ضمن مكاني عملي أشوف أكو اهتمام كبير وأكو حركة للعمل في سبيل نغير الواقع القديم. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام، دخلنا للمدرسة مثل ما تشوفوها مساحتها واسعة مو ضيقة، مدخلها مثل ما تشوفوه هنا أنا. ما اعرف هنا راح تصير غرفة المدير هسه؟ نعم غرفة الإدارة. الإدارة؟ هاي شنو هنا تصير؟ هذه غرف المعلمين. معلمين؟ نعم، وهاي غرف قاعات دراسية، هذه أصلا صفوف يعني أكو صفوف. نفرح من نطب ونلقى هسه مثلا هي عندنا هيش قاعة تقعد تصير كمختبر مثلا. كمختبر. أنا افتهمت أنه القاعة 7x5. 7x5، وهذه الصفوف مثالية عندنا. صفوف مثاليه بالنسبه للبناء القديم والتصور القديم يعني اللي كان على ابني، لا هسه اختلف بشكل واسع. يعني والله من تطب هيش قاعه تفرح تقول اني طاب القاعه دراسيه، يعني تاخذ ممكن تستخدمها 4 سروات او 5 سروات يقعدون بها، واحنا ما نحتاج بعد في شركه السروات.
الطالب من يقعد واحد برحلة تختلف من قاعد بصف واحد طبعا. يعني من قاعد واحد برحلة راح ما حد يلهي او مرات يسحب طالب قلم او يسحب مساحة او يسحب مسطرة راح يلتهي الطالب زميله وينسى فكرة الدرس. وهو اصلا المعلم او المدرس يقدم جهد في سبيل يوصل هاي الفكرة للطالب شلون يشد انتباهه من خلال درس من خلال مدهين ذني وسائل يوصلنا لهاي المرحلة. طبعًا هنا راح يصير وايت بورد عدد اثنين يمكن له ثلاثة. نعم هذا يصير صبورتين أو الصبورة اللي هي سلايت اللي واحدة تصعد وواحدة تنزل اللي هي نظام ممتاز. فإحنا حقيقة فرحانين بهذا الصرح. ومو بس هذا الصرح إحنا بعد عندنا مدرسة أكبر من هذه البناية. هاي البناية 24 صف. وعندنا مدرسة ثانية اللي هي بيها أكثر من هذا العدد وبيها قاعات دراسية أكثر. هسه قيد الإنشاء واصل إلى مرحلة تقريبًا 80% من الإنجاز. 80% من الإنجاز. نعم. احنا هيك ناحيه تصير بها هيك معالم وهيك شغل حقيقه احنا نتامل من اخواتنا وزملائنا. هسه ما اقول لك احنا 100% من خلال الدورات التربويه خاف اكو صار كسل عند الملاكات او هذه او حتى الادارات انا بما فيهم انا دخلت. سلام عليكم. سلام عيني. اهلا وسهلا. اي تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. انت من المنطقه؟ من المنطقه. شنو تريد قول عمر؟ استاذ عندنا اعداد هواي طلاب ومدارس هي عندنا بناء مدارس بس ما كامله لحد الان وعندنا تلكه يعني هاي المدارس هاي من 2012 ولحد الان يلا هسه يلا مشوا يعني هسه رحمه من الله. يعني احنا نقول متفائلين. انت المشكله مالتك شنو تحديدا؟ تحديدا عندنا مدرسه الابرار. عندنا مدرسه الابرار بها اعداد بال 80 طالب كل شعبه وهي شنو مسوينها؟ مسوينها اعداديه متوسطه مدير واحد. احنا شو نريدها؟ نريدها تصير تنشطر تصير اعداديه ومتوسطه كل واحد مدير على مود تقدر مثلا بدل ما 80 طالب يصير 40 يصير 35 على مود يفتيهم طالب. بس لا طب انت استاذ اذا عندك ابن وطب وصيح باسمه ما يسمعك على الاعداد الهواي. وزين احنا الناشد كل يوم قالوا كل اسبوع قالوا اسبوع ينشطر كل اسبوع قالوا اسبوع ينشطر. وعندنا بعد مدرسة البنات عندنا قالوا ابتدائية تحول وين المتوسطة هم عندنا جديدة مدرسة جديدة غادي من الأبرار. نعم. وقالوا تتحول وما تحولت لحد الآن يومية باشر فإحنا ملينا من هاي اليومية باشر. ومشاريع مثل كذا عندنا هواي وعندنا هذا الشارع هذا سريع هذا شارع الدغارة شوملي اللي يربط بالنعمانية كوت هذا سريع يعني عندنا طلاب ابتدائية يعني هاي تعبر وتدري بي أول ابتداء وثاني ابتداء وثالث ابتداء شفتهم استاذ ما يفتهم طفل صحيح. يعني عبر جزام ترى على قدام السيارة الصغيرة فيتعرض يعني هذا لا حال دهس. وعندنا هواي ماتوا أطفال ماتوا قتلوا يعني بسبب الدعم يعني الدهس. واستاذ هذا الحي صار له 20 سنة يعني يلا هسه استهم يلا جابوه بالمدرسة يعني احنا نعاني من الخدمات ما أدري السبب بالإدارة بابل بسبب بالوزارة ما أعرف وين السبب ما نعرف. الناشد وكل ما الناشد مثلا نائب الناشد وزير الناشد مثلا مسؤول يقول لك بخير الدلال يوقع لك على شو اسمها المنطقة هاي الشوملي تابع للحلة. أنا أشكر شجاعتك شكرا. احنا والله الناشد من قناتكم الموقرة ناشد رئيس وزراء وناشد وزير التربية ناشدهم سووا لنا حل في المدارس عندنا أعداد هائلة والشومل أعداده كلش كبيرة إن شاء الله. إحنا ما نقول بالإدارة مال الشومل هو أعداد يعني كبيرة. بالنسبة لأستاذ علي أستاذ علي ترى بذل جهود طيبة أستاذ علي أنت عارفه أستاذ علي مدير المدرسة وهو من منطقتنا وإنسان نزيه خدوم ابن ولايتنا أستاذنا محترم. بس استاذ علي يقول لك انا ما عندي هذا اللي اقدر عليه هذا اسوي هو يعني مدير مدرسه يريد يسوي ما ابي شيء يعني. اذا صار عضو مجلس محافظه تتوقع يسوي شيء؟ استاذ اتوقع يسوي يعني شيء قرارات كذا قرارات حلوه وشيء للولايه يقدم خدمات للولايه يقدم شيء للوطن مو بس للولايه للمحافظه مال بابل يعني انسان كلش محترم. خريج شنو انت؟ خريج شنو؟ استاذ انا خريج ابتدائيه. شرف فيك. الله يسلمك. الله يحفظك. انت استاذ. على مستوى عالي من الوعي والثقافه وكذلك يعني طريقه الطرح مالتك جدا منطقيه ومتسلسله. اتشرف بك. من ذوقك استاذ رحمه الله والديك وردك. استاذ انا اشكرك واشكر قناتكم على الموقع الأيام. الأيام. الله يحفظك. الله يسلمك. ورده استاذ شكرا جزيلا. يبدو انت انا اشكرك وايد استاذ علي. يبدو انت القناه يعني قبل القناه اشكرك ايضا انت امام مهمه كبيره. نعم. عضو مجلس المحافظه بغض النظر عن اللجان اللي راح يخلوه بها بس اكيد لجنه التربيه والتعليم ولكن عضو مجلس محافظه عباره عن
يعني شخص تشريعي رقابي. تمام؟ بالتالي إذا صارت الأمور بها مجاملات وبها تعرف يعني إحنا مسامعنا عن دورات السابقة مع الأسف شوية يعني أكو أشرنا لا خاف لا حد شيء والله لو أقعد يم أهلي وما أرد كرسي المحافظة واللي ما عادين مثلا الناس اللي بوتها أنه أكون إلى يعني أكو جمهور طيب إن شاء الله الترشيح لها وإلا أنا ما رشحت يعني ولا عندي نية ترى ترشيح لا شوف عيني صاد شوف هاي قدام المشاهدين اسمح لي هي مو مسألة أني رشحوني أو ما يرشحوني أنت عندك طاقة عندك رسالة بس اسمح لي عندك رسالة بدي أشوف بنفسك تقدر تقدم تفهمني تقدر تخدم لحد آخر يوم بحياتك تقدر تخدم ومحافظتك بحاجة إليك أنت شو لك علاقة بالحكي هاي يقولوني وما يقولوني مجامل مجامل وصل صوتك أنا صوتي أقول يعني أقول إنه والله عيب على الزلمة عراقي وتاليها يجب إنه يقول الحق هذا الحق صحيح ما يخلي لك أصدقاء صحيح كل إحنا نعرفه هذا أولاً أنا بن عرب وثانياً أنا شاعر وثالث يعني عندي أمور طيبات هواي إن شاء الله بداخلي لكن ذني تحقيق إن شلون يا أخي من خلال هي وهالسة مثل هيش واقع من 2012 لحد 2023 أنا ممكن أقف سهم بوجه اللي موقف هذا المشروع هذا اللي أريده أنا ما أريد أجامل أخوي مدير التربية أنا تربطنا علاقة طيبة بي صحيح لكن من أشوف خطأ معين أقول له لا يا أخوي إحنا خطأنا إحنا تربويين هذا من خلال هذا الحكي تمام. أنا ما أريد أحكي عذراً فعال بالعلاقة لا بالعكس لا بالعكس المدرسة المفروض يكون صوتي هذا بكل هواء لكن والله من توصل إنه أوقف وبوجه خطأ معين والله لو الحد ممتاز أكون شهيد يعني. طبعاً إحنا هم نتمنى لك التوفيق الله إن شاء الله وإن شاء الله إن شاء الله أيضاً يعني إن صورك في وأنت عضو مجلس محافظة بإذن الله سبحانه وتعالى ونحاول جهد الإمكان أنه نشوف شنو الأشياء الجديدة اللي أنت راح تسويها إن شاء الله ودت تسويها من أجل بابل وطلاب بابل ومدارس بابل وكل الناس اللي بحاجة إلى أنه يجدون بيك يعني بصيص أمل من أجل تغيير الواقع اليوم وضع العراق يختلف وضع المالي الأمني وضع الناس يختلف تمام لهم القدرة الشرائية تختلف الحمد لله وشكر عندنا رئاسة وزراء تتحرك باتجاه صحيح الحمد لله من واجبنا دعمها حبها مو تمام لو مو تمام حب حكومتنا بالضبط بالضبط حبها. بالضبط واجبنا نحبها بالضبط إن من تشتغل زين نحبها والله بالضبط طبعا هي مواضيع كثيرة بس تعرف انه عندنا اخوة ايضا لازم نصورهم ربما راح يحكون بنفس الموضوع لان صلب اختصاصهم واحنا مشاهدينا الكرام مركزين على موضوع التعليم لان فعلا هو اساس كل شيء هو التعليم الانسان بدون تعليم بدون وعي بدون ادراك بدون رقي بدون قرار صحيح بدون مستقبل بدون هدف ما يعرف وين رايح نقطه رصطه ما له من الدوله دول العالم المتقدم يركزون على التعليم يركزون على المعلم مو هين ويضربوه تعاركون وياه لو ما ادري ايش يسوون والله اللي رسب ابني لو بنتي ماكو شيء عجيب يروحون يهينوه وجيب عمك جيب خالك ماكو شيء منطق ماكو شيء منطق رواتبهم المعلمين دائما محسوبه بشكل صحيح حتى لا يضطر يروح يدرس خصوصي وكذا ويقلل في من كفاءته بدوامه بالحكومي يروح على الخصوصي ازيد راتبه هاي ما اعرف يعني هاي بعد ويا وزاره الماليه كذا ما اعرف شنو نعرف انه احنا اعداد كبيره اكو عندنا محاضرين وما محاضرين بحاجه الى انه يتعينون حسبوها ايامكم ولكن ركزوا على التعليم الانسان لما يكون متعلم يكون مبدع الإنسان لما يكون عنده شيء في داخله تربى عليه بالمدرسة ونشأ عليه تكون عنده ذاكرة صحية وصحيحة مو عشوائية منتمي للبلد تمام ولا مو تمام صار والله هذا الواقع اللي إحنا نتمناه لبلدنا وإن شاء الله أكو إصرار وأكو عزيمة وبهمة يعني الإعلام إله دور بهذا الموضوع زير تسألك سؤال بلا زحمة عليك أنت شقد راصد فلوس للحملة الانتخابية مالتك مخاف تفشلني قدام الوادي يعني بدي اقول لك بالرقم بالعكس لا ها والله لا خاف فشل اقول هذا قول يا عيني قول ارد اعرف والله انا ما راصد حتى 5 ملايين لا والله لا شلون والله هذيك صورتي يراد لك فلكسات ويراد لك كذا يعني اي والله
والله اي والله اي والله وانا مكلف الرب يعني بهذا الجانب. ادكسورتي بالولايه واقول انا مرشح واروح بالحمزه ادكسورتي اقول انا مرشح. صوره واحده بس يعني حتى لو اربع صور خمسه في سبيل مداخل المدينه حتى يعرفون والناس تعرف انا مرشح بالمناسبه او منشور بالموبايل اقول انا مرشح من خلال التواصل الاجتماعي هي عرفت الناس مشترى. وهسه يمكن اذا تمشي بالشارع تسال اي واحد يقول يا هو مرشح اقول لكم استاذ علي الهلال مرشح. فاكو يعني ان شاء الله اكو مقبوليه بالشارع من خلالها مو من خلال انت تعول تعول على ثقه المواطن بعملك. وهو طبعا اذا اجت من ثقه المواطن راح يكون تعاون بين اللي يوصل للمنصب اللي يشغله وبين المواطن. وهذا المواطن من يحب المسؤول يصير ابداع يصير ابداع. يعني انت تحس انه هلك مأمنينك امانه يا اخويا لا تخون الامانه لا تخون الامانه يصير شغلك صحيح توصل للتريده. شنو التريده؟ احنا ايش تريد نصير بعد؟ انا الحمد لله والشكر مو اقول لك من اقول لك ما راصد 5 ملايين بس انا الحمد لله مو محتاج. انا معلم تربوي احنا بالايام الشده ظلينا لابسين قاب. يعني قصدي انه انت محقق ذاتك واثق من نفسك وخطواتك ومعول على المواطن ان ينتخبك من خلال عملك اللي تقدمه وقدمته. مو من خلال جوانب ثانيه مثلا انا كمرشح يقولون انا مع احترامنا كل اخوتنا والله انا اشوف بيهم كل واحد بيه الكفاءه واني اقول ممكن انه يطور وممكن انه يوصل من خلال هسه انا تربوي يجوز يجي ثاني مهندس بالكهرباء او مهندس بالبلديه او مهندس وغير مشاريع او مثلا يعني حرفه ثانيه او مهنه ثانيه ممكن يطور ويوصل. لكن انا من خلال مهنتي حاس انه عندي القدره انه اقدم انه اقدم. احنا اللي صار انا ان شاء الله بها البركه واللي صار غيري احنا ندعمك ويكون بهم البركه. احنا نتمنى لك كل التوفيق استاذ. شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا اليك. نتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله رب نشوفك عضو مجلس محافظه بابل ونجي ونصور وياك ونفتر بالمدارس. ذاك الوقت بعد من ندخل بالمدرسة ما حد يقول لنا احنا كذا لون. هاي النقطة من توصل الطب المدرسة ان شاء الله بحيل الله بالايام المقبلة السنوات المقبلة نلقى المدرسة حقيقة هو يقول للإعلام تعالوا تعالوا عم تعالوا شوفوا هاي هذا الخير اللي صار بالمدارس هذا الخير اللي من خلال عمل هاي النخبة الطيبة هو هذا اللي نريده. كل التوفيق لك. هو هذا اللي نريده. شكرا جزيلا. أشكرك. أنا أشكر كل الشكر لكم أخواني المصورين أستاذ أبو مصطفى العلم. شكرا جزيلا. الأخوة الشباب. شكرا جزيلا. إحنا كل الشكر والتقدير لكم. إذن مشاهدينا الكرام بعد ما التقينا بهذه الشخصية الرائعة أستاذ علي انتظرونا بعد هذا الفاصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك استاذ؟ شلون صحة؟ مرتاح ان شاء الله؟ تشرفنا بوجودكم ان شاء الله. الله يخليك. لطفا ممكن تعرف لنا نفسك؟ والله انا وسام فلاح بهاي القرية العويدي وسام حاتم حمود العويدي. هاي القرية بالضبط وين صايرة؟ قرية العويدين للشوملي تابعة للشوملي. نعم. ونسمة وعدد نسماتها 12,000 نسمة وتفقد بالدرجة الأولى شحة المياه. ماكو مي. لأن ماكو مي أصلاً ماكو مي يعني منسوب كلش قليل يعني كل 20 يوم يفتحون لك يوم واحد. وهاي مي هذا شرب لو زراعة لو شنو؟ هو زراعة شرب سالة أكو بس قليلة هم ضعيفة. والله وهاي القرية قديمة. تحد الشوملي وتحد الطليعة وتحد القاسم حدودها والدغارة. يعني حدود واللي يبعد الشط تقريباً عنها كيلو عن هاي القرية. نعم. يعني أصلاً مي ماكو أصلاً ما انتهت الزراعة هاي كانت الأرض كلها تزرع شلب. شلب. هسه شو تزرعون؟ هسه كل شيء ماكو مي. يعني تاني بس الأمطار. شو أنا أشوف هاي دغل كله دغل. دغل متروكة شوف الأراضي كلها انتركت. إيه؟ تركت أصلاً ماكو أي زراعة بعد. زين ما جوكم مسؤولين مثلاً؟ ما حد يزورها. ناس متنفذين بالدولة قالوا لكم يا بابا عندنا حلول أخرى. أي حل ماكو. قدموا لكم إياها حتى تقدرون تزرعون أرضكم؟ ماكو يقولون هو بس إحنا هسه الدولة تقول لك إحنا بس ما يشرب. إيه؟ ماكو زراعة أصلاً هو هالزراعة دمروها الله شاهد ماكو أي زراعة بعد لا بذور يطونك لا يطونك أسمدة لا من كلهن ماكو. زين أنتوا راجع خاف ما تراجعون يعني؟ والله الراجح كل الدوار يا يعني مثلا يا دارة ما تراجع تراجع الزراعة تراجع ماكو يعني حلول ماكو. دارة الزراعة وين صار هنا؟ بالشومالي. ايه تروحوا لهم شو تريدون منهم مثلا؟ مي هسه يريدون هسه الري يجي يعني يشوف
مشاريع كلها مسددة ماكو. يقول لك احنا جاينا امر من الوزير بس شرب الراجع تراجع تطلع مضمون. يعني هاي على مود شحة المي اللي موجودة بعموم العراق. بعموم العراق يقول لك احنا هالعراق هو كله شحة بيه مي يعني يفقد هواي. زين هسه انتم صاركم كم سنة على هذا الوضع؟ صار لنا تقريبا والله 4 سنين 5 انتهت. بالتالي كل سنة تمر تموت الأرض. تموت يا هسه ما شوفها متروكة تركت كل هاي الأراضي هسه متروكة. وهاي النخلات. وهذا النخل شوفوا شنو حتى ما يحمل. ما يحمل بعد من العطش مات والله كثريته مات. شوف ذاك ميت هذا مات ماكو كله مات. هذا شنو زهدي؟ زهدي. وبعدين؟ والله هذا. أكو مستشفى هنا؟ أكو مستوصف صغير. إيه. وأنا تبرعت بدونم. إيه. تبرعت بدونم لدائرة صحة بابل وكملت إجراءات. إيه. متوقفة هسه الإجراءات ما قاعد يمشون بها. أنا متبرعش. متبرع لا تعيين ولا كل شيء أريد. متبرع لوجه الله للمنطقة والمنطقة 12,000 نسمة حتى يسوون بها مستوصف. حتى يسوون بها مستوصف وموقع رئيسي دونم كامل متبرعاني بيه. وين بيها مكان؟ على الشارع العام. يعني كل المواصفات بشارع وبكهرباء وبمي. وإجت اللجان كلها من الصحة قالوا هذا أريد المكان. وانت قلت لهم انا وتبرعت بيه وكملت تنازلت هسه صار اوراق رسميه. اوراق رسميه كامله عندي. جيد. شو طوق كل شيء ما اعطوني والله. يعني انت ما ردت؟ ما ردت كل شيء ما ردت ثاني بس مستوصف لوجه الله والحمد لله بنو الحمد لله وشكر ماكو ولا طابق احطه بيه. وتالي والله ناشد الدوله انه هالشد السيد المحافظ الاستاذ وسام اصلان والله يشرفنا على هاي الموضوع مال المستوصف مال العويدين. يعني مستشفى هو كبير ومتبرع عن كامل كل الاجراءات كامله يقولون للوزاره. انت بعد مجرد شغله وزاره ما مو يمن الحكي. مدارس عندكم هنا؟ هاي هي هاي المدرسه وقديمه. ولا اجاها ترميم لا اجاها مثلا اي شغله ما اجتها زينه. والله ماكو ابد. وعدتهم كان كادر نقص هسه الحمد لله وشكر لا هسه زين الكادر. بهاي المحاضرين سدوا. يعني الدروس زينه يعلمون التلاميذ زين. لا لا الدروس زينه كل زينه واساتذه والله محترمين جابوا لها كلش. زين مو هنا اكو شط؟ هذا الشط القديم هذا والشط قريب تقريبا كيلو الشط العام. ما تقدرون تسحبون منه مي؟ ما ممنوع. ممنوع؟ ممنوع اي هو هذا عندنا جدول من الشط. ايه؟ بس سادينه. إذا ماكو فد أيام تتفقون مثلاً بيها ويا المسؤولين إنه يفتح لكم إياه؟ اتفقوا هسه تقريباً اتفقوا كل كنا كل 12 يوم 3 أيام إن فتحونه. بس شرب ماكو زراعة. بس شرب لا تزرع. حد الآن ما فتحوا مجال الزراعة. زين هسه أنت شو مفكر يعني أنت بهيك وضع عندك أرض ما شاء الله وأرضك يعني مع كل الأسف. 40 دونم إحنا. ما شاء الله 140 دونم كلها متروكة. اي بالتالي يعني انت امام كلها صبخت هسه الاراضي كلها صبخت. اذا ما مثلا ما التقيت بمهندسين ناس شويه يعني تفكر عندها هاي حلول مقترحات مثلا. يقول لك هاي الشغله مو يمنا يم الدوله. يم الدوله. يم الدوله. احنا الدوله تعطينا ماي نجهزك بكل شيء. جهزك باسمده نجهزك بذور. اذا استمر الوضع هالشكل شو تسوي انت؟ والله هي على هذا الوضع تبقى. تبقى على هالوضع. تبقى على هالوضع هذا. جاي تشتغلون هسه انتم قاعدين وساكتين والله الفلاح. ما تفكر تبيع قاعك؟ والله لا ماكو واحد يفكر يبيع قاع. لا والله شلون تنباع القاع؟ ماكو اراضي اللي تتحول هسه. اي قاعد هم تبيع اذا طبعا تهاجر هسه اكو مناطق عندنا فوق من الشمالي هاجرت للمدينه. للمدينه من شحه المياه. والله هاجرت تركت المدينه وتركت الريف العفو وجت للمدينه لان ماكو مي بها بعد. أنا أشكرك. أهلاً وسهلاً. الله يوفقك. شكراً جزيلاً. شكراً لعطائك. الله يحفظك. شكراً لشجاعتك. شكراً للأرض اللي انطيتها للدولة في سبيل إنه يبنون مستوصف ومع الأسف لحد الآن ما داقين طابوق. والله ما بأي أي مشكلة. مع كل الأسف يعني مع كل الأسف. بعد تبرع بدونم حتى تنبني مو مستشفى مستوصف ينبني. وبالتالي ماكو. شو وقت تنبني يا بدي يقول لك إيش قد كم عدد 12,000 نسمة. 12,000 فرد موجود هنا بهاي القرية قرية العويدين. على كل أشكرك جدا. شكرا. أهلا وسهلا. بالتالي السلام عليكم. شلون ست شلون صحة؟ الله يحفظكم. واستريح استريح يا مرحبا.
انت اتمنى يعني انه ولو نعتذر يعني انت مديرة مدرسة، المدرسة اللي اشار عليها اخويا قبل شوية، وما قدرنا احنا حقيقة نصور داخل المدرسة لان ممنوع يجي افتهمنا كذا، لازم كتاب رسمي، احنا نحترم القوانين، ولكن احنا مثلا من نريد نقول فد ملاحظات معينة سيد. الهدف هو للحصول على نتيجة ايجابية وليس فقط الانتقاد او التشهير، هاي فد نقطة بس خلينا نثبتها. يعني انت كمديرة واحنا نحترم التزامك بالقوانين، وهذا فد شيء مبدع اكيد. لا لا خليها. السلام عليكم، وياكم مرشحة عن مجلس محافظة بابل الست ايمان عبيد قصاد الجحيشي. اتمنى رقم التسلسل، رقم التسلسل 20، واحتمال يصادقون يعني هسه حاليا يعني مثل ما يقول في مرحله مصادقه مفوضيه، وهم اكيد راح يعطون الارقام الاولانيه، بس احنا كرقم يعني اني متعارف عليه 20. رقم القائمه 143 تحالف ابشر يا عراق. اني مديره مدرسه الحمد لله والشكر، يعني اعتبرها نعمه من رب العالمين انه الله انطاني هيك فرصه وبنحلي انه اساعد العالم، بالاضافه الى عملي وبذلت جهدي انه اكمل عملي قبل ما تبلش الحمله الدعائيه مال الانتخابات، من ناحيه استلام كتب، من ناحيه يعني شغل المدرسه، اداريات، سجلات، هذا كله مطلوب عندنا. ليش؟ لان هاي امانه وعندي رساله لازم اديها امام رب العالمين وامام نفسي هاي شغله. اما بالنسبه لي كورشه عمل خاصه بالانتخابات، يعني هاي شطر عمل وهاي شطر عمل، هذه مثل ما هذه تريد من عندي ومثل هاي راح تكون تريد مني باعتبارها مسؤوليه ثانيه تحملتها على عاتقي بالإضافة إلى مسؤولية البيت حقيقة. فباشرت بحملة الانتخابية، سويت مشاريع، يعني بالنسبة لي كانت عندي مجموعة جدول مال أعمال من ناحية الأبنية المدرسية، من ناحية احتياجات المدرسة يعني خاصة وعامة، من ناحية الخاصة اللي هي الكتب الرحلات. الحمد لله والشكر، أنا هسه أحكي عن مدرستي ككتب كرحلات، الحمد لله والشكر يعني ما عاد مدرسة، بس أنا أقول لك هي المدرسة إنه مدرسة قديمة تحتاج إلى إعادة تأهيل، لأن أنا هسه بالنسبة لي إدارة واحدة، يعني أنا ومعلماتي قاعدة بإدارة واحدة، نحتاج إلى إدارة ثانية كصحيات، يعني تحتاج إلى مثلا خلينا نقول خزان ماء بالإضافة إلى بناء كصحيات، صحيات خاصة للمدرسة كواقع خزان ماء بيها واحد يعني الفضل. نعم نعم، مدرسة إحنا بنين وبنات، أنا مديرة البنات، نطمح أن تكون يعني مثل من كمستوى. أنا هسه بالنسبة لي يعني المدرسة الحمد لله والشكر يعني ما عايزة من شيء، هاي هم نعمة من رب العالمين. ككتب وفرت طالباتي. شلون جبت الكتب؟ استلمت حصتنا من الكتب وعندي خزين بالمخزن، وفقت بين هذا وبين هذا. أكو مدارس لحد الآن ما مسلمة كتب؟ لا أستاذ، أنا بالنسبة لي حسب الجدول رحت المديرية العامة للتربية استلمت الكتب الخاصة بالمدرسة مالتي، هي نسبة 50%، وفقت ويا الأعداد اللي عندي، خلينا نقول القديم نستفاد من عنده، نأهله على مود يستخدمونه ويستفادوا منه، بس الأكثرية جديد والحمد لله والشكر. يعني أنا بالنسبة لي وفيت ويا مدرستي، واللي ما عندها طالب هسه يعني شوي نفتقر كمية الكتب الإنجليزي ده نستخدم بالنسبة إن القديم يعني ده نشتغل عليه. يعني القديم ربما تالف. لا بالعكس، يعني إحنا من كثر توجيهنا ومتواصل يومية والأسبوعي وإرشاداتنا، بابا مثلاً اهتموا بكتبكم، هاي الكتب نستفاد من عدها، سنة جاية نحتاجها، حتى طالباتنا هم يعني ذاتياً أو نفسياً خلينا نقول اهتموا بهاي الكتب، قاموا يحافظون عليها، ما يهملوها. حتى يعني أنا هسه قبل شوية صارت عندي موقف، جتني طالبة صف أول ابتدائي تبكي، ليش ماما يا حبيبتي تبكين؟ قراءتها جديدة شوية مشقوقة من عدها، تبكي تفرفح. قلت لها ليش؟ قالت تشد شقوا الكتاب ماتي. هذا شنو يعني؟ هاي طالبة صف أول ابتدائي، إحنا أول ما دخلت المدرسة زرعنا بيها هاي، يعني خليناها ممتاز. تحب الكتاب، خليناها ممتاز. تحب المدرسة ممتاز. الله شاهد، حتى المشرف كان يمي يعني ظل صافن، قال ست إيمان شنو بسرعة اللي خلتكم يعني؟ إحنا نلاحظ الطفل الصغير ترى يشق الكتاب أو الشمرة ما يهتم طبيعية. صح لو لا؟ الطفلة يعني انهارت، أخذت الكتاب منها، قلت يا حبيبتي الكتاب ما بشي هسه، راح مثل ما يقول هي ما بشوية ورقة مشقوقة، لزقناها على حسب الأصول. الفرحة اللي دخلت بداخل الطفلة يعني ما يعني عندك كبير يجوز ما تلقاها. صحيح. وهاي يعني اعتبرها هاي نعمة من رب العالمين إنه حتى بناتنا طالباتنا ملتزمين حفاظ على كتبهم، على دفاترهم، حضورهم للمدرسة، تحضير اليومي، الزي المدرسي اللي يعني تبين انه هي طالبة مدرسة جاي المدرسة، وهذا اعتبره هو كله توفيق من رب العالمين. زين، اذا صرتي ان شاء الله عضو مجلس محافظة بابل، شنو اللي تقدرين تقدميه على مستوى القرية هاي وعلى مستوى المحافظة ايضا؟ بالنسبة كقرية اكو مشروع بناء مستشفى هنا،
متبرعين بالأرض بس لحد الآن. هو التقيت بالشخص هسه؟ نعم هنا أنا هو هذا الشخص نعم متبرع بدونم بالضبط. فصارت يعني مثل ما يقولون رغبة كل شخص إنه يرغب يخليها بالمكان اللي خاصة برغبة بالتعيينات. فأتمنى يعني هي أنا أعتبر مشروع المستقبلي، لأن هنا أنا بالنسبة خط خيقان ما أبي مستشفى شومل، فقط إذا أنه صارت حالة طارئة أو كذا يراجع يا أما مستشفى الشوملي يا أما الحمزة يا أما الهاشمية. كهنا أنا منطقة ما بيها مستشفى، فقط مستوصف صحي اللي هو المركز الإمام علي ومركز العويدية. مجدي هذا المستوصف الصحي ما يكفي، مرات تكون حالات طارئة، حالات ولادة لا سامح الله. ينطي أدوية، ينطي أدوية، ينطي أدوية بس أجهزة، بأجهزة بس مو الكمية الوافية اللي تغذي منطقة بسيط كاملة. نعم بسيط. يعني مو كمية، يعني منطقة من بداية الشارع بالخمسة آلاف نسمة يعني هيك مركزين صحيات ما قليلة بحقها. إضافة إلى أنه مشروع الثاني اللي هو تعبيد الطرق، لأن أغلب هسا يعني هسا طريق مدرستنا مبلط، أكو مدارس طريقها ما مبلط. يعني فترة المطر إحنا أكو بيهم أكو معلمين ينزلون مشي، يعرفون السيارة على الشارع ينزل يمشي من هنا من يوصل للمدرسة. زين هذا هو الدوام يبدي الساعة بثمانية أو ثمانية وعشرة بساعة راح يوصل، خلينا نكون واقعين ومن أوقات جاينا شتاء. هاي شغلة. شغلة الثانية توفير الـ يعني أكو مدارس يعني تفتقر، مثلا نقول بتنقطع الكهرباء ما عندهم يعني مثلاً يشتغلون مولدة. أنت عندك من المدرسة مولدة؟ حالياً أنا ما مستلمة مولدة، لأن إحنا تعتبر ليش هي المفروض كل مدرسة تستلم مولدة؟ حسب يعني التجهيزات الموجودة بالتربية. يعني قد حجم هاي المولدة؟ شغل مدرسة كاملة. كم صف؟ إحنا هسه مدرستنا 6 صفوف. 6 صفوف؟ نعم 6 صفوف. أعدادنا قليلة باعتبار إحنا منطقة ريف، أي قرية. عدد طالباتي 130. يعني أعداد قليلة. حتى يعني تقدر تسيطر عليها من ناحية الكتب، يعني بغض النظر عن المدارس اللي أعدادهم ألف. لما تنطفي الكهرباء شلون يستوعب الطالب؟ إحنا باعتبار دومنا صباحي يعني على ضوء مثل ما يقول، بس أنا أقول لك أكو يعني داخل المدرسة جهزنا بجلوبات، يعني إحنا تبرعنا كمعلمين اشترينا جلوبات شحن؟ لا هاي الأضوية اللي تشتغل على الكهرباء. بالإضافة من تنطفي تشتغل؟ لا مو شحن مو شحن، لا هي هسه تقريبا الكهرباء متواجدة هنا. زين من تنطفي شلون؟ يعني اكو ضوء باعتبار الشبابيك موجوده نفتحها وهذه. ودوامنا كله صبحي وظهري، يعني ما يتجاوز انه نوصل المغرب او يصير ظلمه الدنيا. لا الأربعة ونص. نعم هاي بالنسبه للوجبه الثانيه. بس الوجبه الاولى لا 12 ونص تطلع والدور تجي الوجبه الثانيه اللي هم وجبه البنين هسه هم تلاحظوهم. هاي شغله. بالنسبه انه يعني قلت لك هي شغله المستشفى، يعني المستشفى حقيقه يعني هاي المشروع الاول وقاعد اسعى عليها. وعندنا هسه حاليا مشروع ثاني اللي هي شطر مدرسه، يعني طلابها بالألف طالب وديدامون وأكو بيهم يركبون بسيارات على مود يوصل للمدرسة اللي يريده. يعني أقل شيء خاصة تقريبا نفس هاي المسافة اللي جيتوني بيها من الشومالي يجوز نص المسافة يلا يوصل للمدرسة بعيدة. طلاب المتوسطة وطلاب الإعدادية. فإحنا دا نسعى إنه يكون الوجبة الأولى دوام ابتدائي مختلط والدوام الثاني خل تكون إعدادية مختلط هم بنين وبنات، عشان مقدر ست إيمان. أي نعم. انه انت اختصاصك باعتبارك مديره مدرسه. نعم. تربويه. نعم. لكن هاي القريه أي. ابسط مثال. أي. وكذلك المناطق اللي اصلا صورناها. نعم. جبله نعم وين ماكو. صحيح. بالنسبه شغله طبعا شو باعتبار احنا قريبين عشط، هسه احنا شوي لو نمشي مسافه نقشط قدامنا. قد فدش قد كم متر؟ 200 متر يعني اقرب تقريبا. نعم. بالنسبه شغله المي اكو مناطق هنا يعني سير المي موجود هنا. 200 متر هاي القاع ميتة؟ لأن شنو هسه معتمدين هسه هاي المناطق على مناطق مي الإسالة بس يعني هسه سدوا البواري. ليش؟ لأن باعتبار شحة المي أكو مناطق ما جاي يوصلها مي. عندنا الخميسية، العوادل، الغزالية تركوا مناطقهم، تركوا الأراضي الزراعية واتجهوا للمدينة. لأن ما عندهم مي وما جاي يوصلهم، وحتى إذا أريد يوصلهم كمية قليلة. أما بالنسبة للإسالة يعني نادرا ما يوصل. هسه احنا بالنسبة احنا كمنطقتنا منطقة الخشخشية سوينا بوري جديد، يعني فتحوا وصلنا، يعني صار عندنا كمية من المي وافرة هم نعمة من رب العالمين. بس اكو مناطق ما تفتقر، ما عندها ماكو مي ولحد الآن ما واصل. برنامج الانتخابي، في برنامج الانتخابي خليتي آلية عمل مقترحات؟ مثلا اجتماعتي ومختصين نوروج قالوا لك مثلا اكو هيك طريقه نقدر نسويها، نقدر خلال الاسبوع مثلا نفتح مي هاي الارض اللي هي مساحتها هالقد، ثاني يوم ذيك الارض اللي مساحتها هالقد اللي هي تبعد عن هاي الارض، وبالتالي اكو لازم حلول. استخدام اجهزه مرشات ريبي الرش بالتنقيط ما اعرف يعني انا بعد الفلاحين هم يعرفوها.
كمدة لازم العفو عذرا ستي مال لازم اكو طرق حقيقيه. اذا عندنا مشاكل بالمدارس اليوم رحلات وكتب ومولده، عندنا مشكله كبيره اللي هي الزراعه، وبابل اصلا هي يعني ارض صالحه للزراعه فعلا جدا فعلا فعلا. بالتالي جرداء، ادغال، كئيبه، نفايات. استاذ بالنسبه هو اهم شيء، اهم شيء يعني هي الزراعه مين تجي غير اكو مي؟ صح. هو ابسط شيء، هو ابسط شيء المي ماكو. زين اذا احنا مثل ما يقولون زرعنا الارض واجى المي، اكو عالم ما راح مي ما راح تشرب يعني. هسه هواي هواي من الحيوانات يعني تركوها اكو بهم عافوها مكانها ماتت لان ماكو مي. يعني هسه عندنا منطقه الغزاليه ذاك اليوم انا رحت لهم ماي ما بيها نهائيا نهائيا، يعني انا طلعت ومشيت وياهم ماكو. قالوا احنا هسه احنا قمنا نشتري التنكر مات المي ب 25000 او 30000 يلا يوصلنا للمي فقط للشرب، ومي ثاني تنكر ثاني للغسول. خلينا نكون واقعيين يعني اذا هو عائله وعنده اقل شيء خلينا نقول بالعشر نفرات، وهو كل يعني المي شيء يريد يطول، والمي مثل ما يقول كل شيء يعني احنا نستخدمه بكل يعني سر الحياه بالضبط. يعني 25000 يا دوب يكفي لي. يعني ذاك اليوم شخص يقول لي ست التنكر مالت المي ب 25 يكفيني 3 ايام 4 ايام انا وعائلتي والحلال مالتي نشرب من عنده. يعني هذا صحيح مو صحيح؟ فاحنا انا بالنسبه لي كان طموحي اهم شيء، اهم شيء بالنسبه لي هو ايصال المي للمناطق الزراعيه اللي خصوصا يعني هسه خلينا نقول مي للشرب بغض النظر عن الزراعه. اما المرحله الثانيه راح تكون الزراعه، بالاضافه الى كبناء مدارس. يعني احنا مدرستنا صح اعدادها قليله بس اكو مناطق بعيده ما تقدر. كم طالب عندك؟ انا 130 طالب عندي. بالنسبه للبنات والولد البنات البنين ما اعرف هم يعني موجودين غير اداره غير غير اداره غير مدير يعني كل من وادارته زين. هسه انت وين تلقين نفسك بيا لجنه من لجان مجلس محافظه بابل؟ تعرفين اكو بي لجان طبعا تمام اكثر من تقريبا 23 لجنه بالضبط. وين تلقين نفسك؟ وين تبدعين؟ ابدا بالنسبه لي انا هسه حاليا يعني كشغلي بالنسبه للرعايه الاجتماعيه ومكان عملي كتربيه وتعليم هن ذني اولويات. يعني بالنسبه خلينا نقول منهاج عملي او شغلي اللي هي حاليا دار، بالاضافه الى انه مشاريع الكهرباء. يعني انا هسه حاليا من خلال ورشه عملي اللي تقريبا صار لي اكثر من 3 اشهر، يعني اكو مناطق كان ما عندها كهرباء وحتى مولده ما عندهم، سعيت بيها والحمد لله والشكر وصلهم. يعني تقريبا شو اقول لك خلينا نقول نسبه 10% وصلنا ككهرباء المناطق هم اصلا ما كانوا يعني شو اقول لك بال2014 و2015 ما موجوده عندهم هاي حال، وخابروني واتصلوا بي قالوا مشكوره مرقية يعني سويتي لنا هذا الشيء يعني احنا كنا نفتخر لهذا. زين اي انا هم اعتبرها نعمه من رب العالمين. ممتاز. بالنسبه للحمله الانتخابيه نعم شلون راح تتعاملين ويا الحمله الانتخابيه مالتك؟ منين راح تصرفين فلوس؟ شنو الاليات؟ ما اعرف يعني ممكن المشاهدين يعرفون. بالنسبه للحمله الانتخابيه مالتي انا يعني اول مره ارشح ما مرشحه مستقبلا يعني قديما بالبدايه كدعم يعني انا احكيها ذاتي يعني اعتماد على قوتي اني على يعني وهو ترى المرشح هم يحتاج دعم خلينا نكون واقعي. يعني مثل من تطلع كسيارات حتى الاشخاص اللي تروح لهم مثلا يعني بالضيافه اللي يقوموا لك هم يحتاج يعني هم اكو اشخاص مثلا ذيك مره رحت منطقه الشومالي مهجرين يعني حقيقه انا من دخلت البيت بكيت عليهم يعني اباوع المطبخ مالتهم كله واقع يعني هاي بالصيف زين كيف حال هذا الشتاء. انا يعني ما اريد اسولف هاي شغلات تعتبر خاصه بي اني يعني تبرعت لهم بمبلغ المال في سبيل انه مثل ما يقولون يهلون هذا المطبخ اللي هم يعيشوا على قولتي المره العجوز قالت خاله هذا مكان قعدتنا ونومتنا واكلتنا به في سبيل الله. زين انت راصد فد مبلغ معين؟ لا حس حالي يعني ما اريد احرجك بس اريد اوصل فكره للمشاهدين هسه يعني قصدك للحملة الانتخابية؟ انتوا عارفين هالفلكسات والحيم وما اعرف شنو وطار وكذا ولا بتخليني هنا ولا بتخليني هنا وتخليني هنا وتخليني يعني هنا يعني تقريبا 5 ملايين أو 6 ملايين يعني حسب قابليتي اني يعني اني يعني مثل حتى لو مثلا اضطر يعني اذا شغله تستوجب اني يعني خصوصا اذا بيها مصلحة عامة. ممتاز. تتوقعين انه عذرا انه هسه المودة الجديدة هواية مقدمينها للانتخابات لخوض هاي الانتخابات مال مجالس محافظات بغية الاستفادة مركز مرموق بالدولة تعرفين عضو مجلس المحافظة تشريعي رقابي بالتالي يعني يفكرون بطريقة ربما نفعية. نعم انت من هالنوع؟
لا الحمد لله والشكر. قلت لك أنا قبل كل شيء مصلحة عامة. لأن أنا حتى منهاج عملي إحنا كتربويين. بالمناسبة إحنا رسالتنا قبل يعني رسالة إنسانية. يعني أحكي عن نفسي هسه أنا كتربوية وقبل ما أتولى إنه منصب الإدارة أنا كنت معلمة. يعني أنا كنت متعايشة ويا الطلاب فأعرف نفسياتهم. رسالة إنسانية بالبداية تربية وبعدين تعليم. يعني مصلحة عامة قبل ما تكون مصلحة خاصة. فأني يعني أكو شغلات مثل ما يقولون أنطي بيها أكثر من ذاتي على مود أحقق بيها نسبة نجاح. حتى وإن كون خلينا نقول مثل ما يقولون بيها أذية إلي لا بس طبعا ما دام مصلحة بها عامة لا بأس بيها. إحنا نتمنى لك كل التوفيق. الله يسلمك. وإن شاء الله يا ربي تكونين عضوة في مجلس محافظة بابل إن شاء الله. وتقدمين خدمات للقرية وللمحافظة وفي كثير من المجالات خصوصا مجال المي. يعني أقصد الزراعة، توفير المياه، الكهرباء بالضبط. أنت أمام مهمة كبيرة أتمنى ومسؤولية يعني تتطلب شجاعة. أنت شجاعة؟ إن شاء الله شجاعة؟ يعني هو أنت من تدخل بهذا المكان وتدخل إنه تكون مو مسؤول، أنت مو مسؤول فقط عن الطالبات، مسؤول عن نفسك طبعا قدام رب العالمين، مسؤول عن كادر كامل معلمين وكل واحد نفسيته شكل صح لو لا. خلينا نكون واقعيين، الطلاب أولياء الأمور، أنت ذولا لازم كل ولي أمر تتقبل نفسيته، تشوف شنو اللي يحتاجه، شنو ما راضي عليك ما راضي عليك، راضي على أدائك، الرسالة اللي أديتها إنه هذا الشخص مقتنع بيها. شنو أهم شيء تقدرين تغيري في وزارة التربية، قرارات وزارة التربية مثلا على مستوى محافظتك؟ أتمنى إنه التشريعات اللي شرعوها تكون صالح العامة. يعني مرات إحنا مثلا نيجي قرار أكو تخبط حاليا؟ أكو تخبط؟ خلينا نقول نسبة قليلة، لأن مرات إنه تشريعات تكون مو بصالح، يعني خلينا نقول مصلحة، بس إذا كانت بصالح بالمصلحة العامة الأفضل. الأفضل يعني أنا مو أطي قرار وأتراجع به أو ألغيه، هم راح يكون يعني مثل يعني لازم واحد يفكر بالقرار بشكل صحيح قبل ما يقرأ وبنفس الوقت يحسب كل الحسابات حتى ما حد يتأذى ما حد كذا، وشوف المصلحة العامة وين ويتوكل على الله ويبدي ينفذ. مو عندك شيء ثاني تريد تقوليه أو فد رسالة توجهيها إلى أهالي بابل؟ والله أتمنى لهم كل موفقية، واللي أدري بيه إنه الأغلبية من أهالي بابل عازفين على الانتخابات ورافض فكرة الانتخابات. ليش؟ إنه باعتبار إنه مجلس صورة نمطية صورة إنه كمجلس محافظة أو إنه ما جاي يشتغل. بالعكس، هو أنت من تطي صوتك أول شيء هذا صوت أمامه، أمانة قدام رب العالمين. أنت من راح تطي الشخص مناسب، هذا الشخص المناسب تقدر توصل له، تقدر تتفاهم وياه. أنا مو أضيع صوتي الكائن من يكون، وخصوصا الأشخاص اللي عندهم مثل ما يقولون إمكانية إنه يصلح أو يصنع شيء أو يكون أو ينجز عمل، هذا الإنسان يستحق إنه أعطي صوته صح لو لا. أما أنا أعطي صوتي مجرد يعني مثل ما يقولون إسقاط فرض، هذا مو صحيح. وأهم شيء أهم شيء إنه هي إنه تكون مصلحة عامة قبل كل شيء. وإن شاء الله مثل ما يكون أتمنى التوفيق للجميع المرشحين، هم كلهم أخوتي وعلى رأسي، وأنا يشرفني إنه أكون عضو مجلس محافظة بابل. شكراً لك، أتمنى لك التوفيق. مشاهدينا الكرام تفضلوا بالبقاء معنا بعد هذا الفاصل. الله يسعدك. وعليكم السلام. شلونك حبيبي؟ شلون صح مرتاح ان شاء الله؟ قول لي بلا زحمه عليك، هذا شو اسمه هذا؟ هذا شوك. بالنسبه لهذا هذا الترطيع والشوك، ايه؟ هذا بقى هذا ما يعيش، ناكو مي واذا ماكو مي يعيش، يعني ماكو مشكله في ايه؟ بس هذا موجود على كل المناطق اللي مرينا بها بابل. هو بقى بس هذا عندنا، اي شيء ما بقى عندنا. هذا شو استفاد منه؟ هذا بما حتى الحيوانات ما استفاد من عنده، هذا حتى الحيوان ما ياكله اذا تكرمون انتم ويكرم سماعكم. بالنسبه بخصوص احنا بالنسبه ان هذا زين. بس لحظه تفضل زين. هذا لا العفو، هذا ما يستفادون من عنده تمام؟ نعم ما يستفادون من عنده. زين يعني ليش دين زرع؟ هذا ما ينزرع، هذا يطلع ببحر بدون زراعه، هي الله سبحانه وتعالى يطلع نبات بحد. طبيعي طيب بعدين يابس وش يصير؟ بعدين يابس هو يابس ببحر ينهلك ببحر اي ينهلك بالقاع. زين هاي الارض الشاسعه هاي هسه اللي قدامنا هاي ليش ما مزروعه؟ هاي بالنسبه مو بس هاي، مو هسه عوف الزراعه، انا اعرف المزرعه هسه عندك بال 500 بيت هاي المنطقه مي نهائيا ماكو، مي ماكو يعني هسه سيارات مالتنا حتى اللي عنده سياره صغيره
باح اشترى سياره بكيا على مود يحمل يروح يجيب مي 25 كيلو من المدينه. احنا شرب بس انه شرب واحد يغسل وجهه. شو اسمها هاي المنطقه؟ هاي المنطقه منطقه العوادل اللي هي بالمدحتيه محافظه بابل. احنا نناشدكم باسم الانسانيه، انتم اخوتنا توصلون صوتنا للجهات المعنيه، نشاندكم باسم الانسانيه باسم الاخوه، نناشدكم بوصول الماء لها. يعني المي، المي يعني هو هو سر الحياه. المي، المي هو يعني احنا نناشدكم باسم الانسانيه توصلون المي لهاي المنطقه. هاي اهل المنطقه قدامكم اذا انتم تشوفوها هسه هاي المنطقه. يعني المي هدف رئيسي، هدف احنا، احنا ما يعني نقول لكم من لكم المي يعني مي للشرب لو للزراعه لو شو. احنا اقول لك اذا حصل للزراعه يعني بالنسبه لاول البارحه نسدل هذا الاستيراد صار كيلو الطماطم 5000 دينار وكلكم انتم تدرون به. يعني من صار كيلو الطماطم وصل لل 2000 و 3000. يعني احنا كنا نقدر نشتري الطماطات، نقدر العفو نقدر كنا نزرع الطماطم، نزرع المخضر، نزرع اي شيء نقدر نزرعه. يعني احنا لو ردنا نشتري من السوق ما نشتري المواد كلها، نشتري حتى لو نص المواد بس الفواكه هالفد شيء. هسه ماكو اي شيء الحمد لله والشكر. هاي تشوفها عينك قدامك، مي ماكو. نعاني من ازمه المي ونرجع من عندكم توصلوها للجهات المعنيه يوصلون المي. شو اسمه هذا المي؟ شو اسمه هذا؟ نهر العوادل اللي هو بناحيه المدحتيه محافظه بابل. وجزاكم الله خير الجزاء. هذا مطلبنا الاول والاخير هو اصال المي. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونكم؟ عيني شلون الصحه؟ مرتاحين ان شاء الله؟ الله يحفظكم. احنا برنامج ابشر من قناه الايام، وبالتالي احنا جينا نريد نسلط الضوء. الله يخليك الله يحفظك. وجينا نصور معاناه اهالي بابل في كل المناطق في بابل، وحقيقه يعني تفاجئنا. ويا منطقه نروح لها مي ما بيها، والزراعة في طريقها إلى الاندثار رسمياً. انتهت الزراعة. إحنا شنو هسه زراعة أستاذ؟ ما يشرب هسه. إحنا شنو زراعة هالساعية؟ إحنا لا عندنا ما يشرب، لا عندنا ما يغسول. المشكلة مو هنا، المشكلة هاي وضعية القاع. شوي بالله افتحها خلي شوف النهار. هاي وضعية القاعنا ونهرنا. الله شاهد حلالنا مات، وهاي أكثر الديرة اشتردت 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 بدون علم كبيرها، بدون علم الشيخ اشتردت. بعد وين تروح؟ ما لها مكانها. يعني عيشتنا هالساعية يعني باعوا قاعها وراحوا؟ لا بالله، لا بالله، عافوا قاعهم وعافوا بيوتهم، عافوا بيوتهم للحلال. احنا حلالنا مات. أنا حاكيك هسه واحنا الناس الله بدالك لو ما عندنا سيارة وأنا وجيران ومتشلب جيراني. لا بالله أنا وجيراني شردنا. وين نروح احنا هسه؟ ليش تشلب بجيرانك؟ لعد وين اروح انا بلا ايجار يشرد؟ لو بضر ما ضل له حد. يعني هنا هنا عباره هاي صارت حال حال الجزائر. شريت الواد معافيه بيوته وشريت ماكو مي. صحراء ماكو. وهاي 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 الديره بيها تقريبا اكثر من 2000 بيت، مدرسه ما بيها. يعني هذا هذا الناظم هذا هنا هذا كيلو 7.5 عند الشط. اول مره من الشهر الرابع اول مره تصير بينها الحادثه. من الشهر الرابع لحد هسه الله شاهد لو قطره مي. شنو هالقطره مي؟ لا انا ولا الحلالنا ولا وضعيتنا ولا حد اجانا ولا حد قال شنو. فاحنا هم ماتين يعني هالساعيه لا دوله ولا من مسؤول ولا من جهه ولا حد يجي ويقول هاي شنو هالمشكله اللي عندكم. ولا ولا حتى ولا حتى من كبارياتنا شوقنا حاكي وجانا وقال والله عذرا بلا زحمه عليك بس روينا. يعني هسه هسه هذا صار له قد بلا مي. هاي من الشهر الرابع هذا من الشهر الرابع هذا من وقبل الرابع قبل الشهر الرابع. بس احنا نحاكيك كقطع يبس نشف هنا بهالوضعيه تفطرت من الشهر الرابع لحد هالساعيه لو قطره ما مرت بي. هذا منين بدايته؟ بدايته من الشط. هذا بدايته من الشط. هذا 7.5 عند الشط. يعني 7 كيلوات عند الشط لهنا ما يصلنا مي. 7 كيلوات. ليش ما يفتحوا؟ فاتحينه. بس هو انا اقول لك لا اكو واحد يجي مثلا ويسوي تحجيم مصدور. مصدور الواد مزارعه ومسويه ايه؟ تعرف بس مصدور ولا اسال عن اثنين. مو بس هاي احنا هالساعيه 7.5 لا اسال. احنا شنو اللي نتمناه؟ المفروض ان حصه من سدة التياس. احنا شنو اللي نتمناه هالساعيه؟ المفروض ان حصه من سدة التياس اللي موجوده في الترم الهاشمية حتى تنزل بابيات حتى يصعد المي. ليش ما يعطوكم حصه؟ ليش ما يعطوكم؟ ما مراشنا ماكو نهائيا. يعني شنو؟ اما يعني للديوانيه وللسماوه مفتوح. هذا المشكله الاكثر احنا بالنسبه لنا. لوب ابو رامي لوب هذا الشط يجي علينا لوب ما معوصله. ابو رامي المشكله اللي عندنا هنا مسؤول ما عندنا. احنا نتمنى. شو اسم هاي المنطقه؟ العوادل. العوادل العوادل اللي هي العصريه اللي هي صايره بين يا منطقه ويا منطقه بين الخميسيه اللي بين الشوملي. اللي بين الخميسيه كم بيت بيها؟ هاي تقريبا 4000 بيت. لا اكثر من 4000 بيت. بس احنا حاكيك على هالديره اللي ما بيها لا مدرسه ولا مي ولا اساله. اكثر من اكثر من 3000 بيت. زين اذا انتم لا مدرسه لا مستوصف لا اساله. يعني مدرسه عمر 6 سنين يمشي 7 كيلوات مقبوله. وين
زمن بيا زمن بيا وكيت وهاي وهاي وهذن اربع قرى هنا اربع قرى بمكان واحد احنا مدرسه ما عندنا الله شاهد بعد اطفالكم وين يدرسون وين سبع كيلوات امشي سبع كيلوات طفل يمشي سبع كيلوات يعني بيوم مطار بيوم شيء فشنا الصف واحد نرجو شنو اللي نرجو من 60 اللي نرجو بنقل صوتنا احنا نتمنى واحد مسؤول مثل اختنا الدكتوره ابتهال اهلي اتمنى بنت منطقتنا تمثلنا بنت منطقة وتعاني نفس المعاناه مالتنا عاد على يعني شايف معاناتنا تعرف معاناتنا عاد لو صعدت بركه المجلس محافظه لان تسوي لنا شيء تفيدنا عاد شوفنا بشوفتها تشوفنا تعال تنقل معاناتنا تنقل معاناتنا لان احنا ما حد ولا حد قال لنا ولا حد قال زين انتم ما راجعتوا مثلا ما رحتوا فد واحد مسؤول كذا طيل هاي الفتره ظليتوا هيك اكثر واحد انا راجع مدرسه لا مخلصين والله يمسنا احنا وحلال انا عندي اربع حوايج انا اكثر واحد راجع لا لا ان شاء الله وكيلك عمل وماتت لا لا انا اكثر واحد راجعت ما خليت جهه ما رحت لها ولا خليت مكان ما رحت له ولا خليت واحد ما قلت له لكن شنو تعال انطينا نرد استجابه الاستجابه شنو ماك استجابه واذا رحت وصيحت ولطميت وهلست راس وذبيت الله بدالك شنو استجابه ماكو ماك استجابه من اي جهه استجابه ماكو فاحنا بس نريد نقل صوتنا وانتم شفتوا الوضعيه وشفتوا معاناتنا هاي اللي نتمناها واحنا نتشكر من عندكم على جهتكم يعني هسه مي اساله ماكو اساله ماكو اساله ماكو ماكو رسالة ابدي شهد الله تروحون تشترون بالكيات تروحون نجيب مي ونجي يوميه هاي يوميه مي للزرع ماكو ماكو زرع لا 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 مو زرع ماكو حلالنا مات وندحج عليها يعني وصلت وضعيه انه حلال حلال ندحج عليها اكثر الناس الله شاهد مات حلال مدارس ماكو ماكو مدرسه نهائي امشوا يا مستوصف ماكو ماكو لا لا مدرسه الاخوان باسم الانسانيه باسم الاخلاق باسم القيم باسم الديانات باسم كل شيء مقدس بالعراق بكل شيء باسم العراق كله اولا احنا منطقه مدرسه اخواننا منطقه منكوبه منطقه لا مدرسه ايش الناس وزاره التربيه ناس وزاره الصحه وزاره هسه هسه واحد يشوفنا يقول انتم تزرعون وتبيعون احنا هسه شوفت عينك انت كيف نزرع الا نبيع شو الا نبيع شو نقطعها بس هاي الوضعيه بعد ظلت عندنا ماكو عندنا كل تصحرت تصحرت احنا هل شو يعني هذا هلك الحرث شلبين باخوتنا وجيراننا الله شاهد الخاب من عندي مش نضل لوحدنا من هذا هلك الحرث والنسل بالمنطقه لا زراعه ولا 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 ثروه وين الثروه الحيوانيه اللي وين الدوله ودعمها للثروه يعني هسه احنا مثل ما قال الثروه الحيوانيه انتهت ثروه سمكيه كانت هاي الناس صيد سمك هنا اطنان تطلع وهسه كل شيء ماكو فالحياه عندنا ماتت لا مدارس عندنا المدرسه روح شوفها السياج مالها حاطين لترابنا احنا بالتراب يعني مكفينا توقف بالتراب وعافوه شردوا سبع كيلو في بعد عندنا هسه تقريبا 3 كيلوات منها بالتراب منطقه منطقه بالاخير لذلك احنا حتى هاي المدرسه طالب المحافظه بيها 46 طالب بالصف الواحد يعني شفتهم هذا 46 هسه هم بالمدرسه موجودين تقدروا تروح تشوف طالب وزير الصحه طالب وزير التربيه طالب المحافظ طالب شكو جهه رقابيه جهه تنفيذيه بالعراق بالمحافظه محافظه بابل نطالبهم بتوفير الخدمات وهي ابسط حقوق الناس هاي ابسط حقوق الناس ابسط حقوق الناس هي توفر لنا هذا العزيز الان شخص من يعني هاي اسمها المنطقه بتنازل مدرسه متنازل وقاعد اقول له هاي ارض تعال بس نوفر لي عندي 5000 طالب ابتدائيه ومتوسطه ماكو يعني شو المتنازل بارض يعني ارض منطيه ارض منطيه قد مساحتها منطيه 3 دوانم 4 دوانم هذا متنازل انا متنازل كلها متنازل يعني يم ذاك المحل شو ذاك المحل استاذي متنازل بذاك المحل على الشارع متنازل المدرسه ابتدائيه متوسطه مستوسطه بس تعالوا ابنوا بس تعالوا ابنوا وبصم له متعهد له مكمل له للتربيه بالتربيه متبصم وكامل كامله معاملاتنا منكوبه هاي انتهت صارت مي ماكو مي سالة ما حد يعرف يشرب والله والله العظيم بريمة 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 تحفر تحفر 30 متر ما يطلع مي مالح تيزاب مالح تيزاب استاذي زين هاي بابل هيك يصير بيها بالاخير بابل وجودكم الطيبة على هذه ونتمنى من الله من الله ان يوفق الدكتورة ست ابتهال مشت نايف الجريان ان يوفقها بهاي الانتخابات وتفوز تشوف اهلها وتشوف عمامها وتشوف اخوانها بهاي الحالة استاذ شوف معاناتنا احنا انا اروح لمن اروح لمن اروح لاختي ادق بابها اقول لها تعاي تعاي شوفوا معاناتي اني اليوم اطفالي اقسم لك بالله 7 كيلوات تمشي تروح بالسيارة هسه وتروح 7 كيلوات طفل عمره بلا اول ابتدائي يمشي 7 كيلوات شو يصير بحالته ها هاي المنطقة شوفها اجيت انت عبر الدولي بعد عبر الدولي يم الشارع العام هاي ابتدائية تمشي وما اجرى خطوط سيارات ابنها مو بس هيك لا مو بس هيك اكو ملاحظه بس عذرا بس اسمح لي
واحنا ماشيين تاكيدا على كلام الشيخ واحنا ماشيين مشاهدي الكرام لقينا ستوتات اثنين محملات بنات صغار بالابتدائيه والله العظيم مقبطه واكو واحده مشلبه قوه تريد توقع ونزلنا الجامع قلنا لها يا ابا دير بالك لا توقع لا ان شاء الله ما ادري شنو خفف هو ما ادري شنو رتب الوضع يعني حقيقه ماساه طفل استاذ مدرسه مي ماساه ما بعدها ماساه طفل ياخذ مي مي ويا مي ياخذ بطل مي ويا تانك مي كون انت بحضرتك الطب للمدارس صور تشوفه والله ياخذ بطل مي ويا يغسل يشرب ولا يغسل والله ماكو ما يغسل بطل مي حتى من ناحيه الرحله تدري الرحله قاعده اكو هسه عيال طلابي على الرحله هسه على رحله خشبه قاعد بل بل شو اسمه اربعه قاعدين والله قاعد بلقى لا لا مو اربعه هسه هي اربعه محصلين مكان لكن تكون من عنده قاعد بلقى يعني السلام عليك ها جايب وياك يابا فارغه لو مليانه فارغه روحت لسعود مي نشط هذا بيش التانك الترسه لا نشط نشط حتى شو استخدمت شنو غسل بس غسل ها آه. ما محصل مي ما حصل مي استاذ ما هذا زين زين خلينا نكمل السلام عليكم ست شلونك شلون صحة الله يخليك الله يحفظك بالتالي انت امام ايضا مهمه كبيره برقبتك صحيح وانت مقدمه مثل ما عرفنا لخوض انتخابات مجالس المحافظات وان شاء الله تتوفقين تصيرين عضوه مجلس محافظه بابل شو تقولين على اللي يقولوه صحيح هاي معاناتهم يعني دكتور ابتهال جريان السلطاني صحيح معاناتهم وانا عايشتها لان انا منهم وبيهم مو غريبه عنهم ودا اشوف اللي يعانون من عده فانا جهدي انه من اوصل مجلس المحافظه احاول قدر الامكان اوصلهم ماء اساله وحتى الانهر هاي لازم بيها مي تجي يعني بالنسبه للمدارس لازم نشوف لها حل لان يعني بصراحه هنا ولا مسؤول اذا يقول انا متبرع بارض اي اكو حد يجي اي بس ما حد يبني مو واحد متبرع مو صحيح اكثر من اربع هسه بهاي المنطقه متبرعين بارض صح صح صح, 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 صح. مو هم لان يعني ما عندهم مسؤول بالدوله بصراحه لان هو يتابع لهم يروح وكذا لان ما دائما تجي انت تنتخب الغريب الغريب يخليه يطلع بس يفوز طبعا لكن هسه هم مصرين انه ينتخبون بمنطقتهم بولايتهم يعني اكيد راح يقدر يدق بابها وتفتح هي الباب يعني هو راح زين اخاف انت يعني عذره ربما يسال سائل يقول بعد ما ينتخبوها وبعد هذا التعب كله والضيم والكذا عم تنشغلين انت اجتماعات او لجان وبالتالي ما لا لا انا ابتهالها هل هذول هلها اهلها اهلها يعني علاقتي بهم كلش كثيره ناس اهلها اهلها يا مره عدل حكاها مره عدل مو شيء مره عدل حكاها مره عدل بس هاي بنتنا اجتنا ناس يعني دمنا لحم زين انت شنو اختصاصك؟ انا اختصاصي اداره اعمال اداره اعمال بالتالي تصيرين بلجنه شنو يعني يا لجنه صراحه انا اداره اعمال بس شغل بالرعايه الاجتماعيه راح اكون بلجنه الرعايه الاجتماعيه اكيد الرعايه الاجتماعيه زين الرعايه الاجتماعيه وين المي هنا وين طبعا لا ليش لا لازم هو العضو مجلس المحافظه ما يتخصص حتى لو باللجنه لازم يقاتل ويحاول يعني الناس اللي صعدوا وطوهم اصواته لازم مجبر يقدم لهم الخدمه زين بما انه هذول زين شلون اذا هم اهلي ايش قد تسلسلك؟ انا تسلسلي 8 يا قائمه قامت بشريع عراق 143 احنا نتمنى لك التوفيق ان شاء الله الله يخليك بس المهمه مو سهله اكيد المهمه مو سهله ويحتاج لها الى يعني مواصلة وجهد وقوانين وشجاعة ومطالبة بالحقوق يعني إذا تقولون كم بيت؟ أكثر من 2000 بيت بس بهاي المنطقة بهاي القرية بس قد؟ أكثر من 2000 بيت 2000 بيت ماي ماكو ماي إسالة ماكو ماي شرب ماكو ماي للزرع ماكو مدرسة ماكو مستوصف ماكو ما أعرف يعني ما أعرف شلون أستاذ بالنسبة للإسالة الماء المشروع مطروح على مجلس المحافظة أنا تابع هذا الموضوع هذا مطروح صار لخمس سنين لا دخل ضمن الخطة هسه مالت تنظيم الأقاليم وإن شاء الله يعني حيز التنفيذ على بداية السنة زين مبدئيا تقدرون يعني حاليا هسه مثلا تتصلين بالسيد المحافظ بالساده النواب المتنفذين توصلين صوتهم من اجل انه يفتحون المي خلي يرجع المي على الاقل بنسب يقدرون يزرعون فما تبقى هذا الدغل هذا تارس هاي القاع الحلوه اللي المفروض حصتنا احنا كمحافظه بابل حمزه الغربي حصه العوادل ماخذها بالديوانيه
ابو الديوانيه اليوم فوق من عندي 100 كيلو. انا شلون اعرف هذا كلامك دقيق؟ كلام دقيق، كلام دقيق، واوصله واوصله واوصله. عندنا استاذ، عندنا سده ياس، سده ياس هذا ما قدرنا عانينا كل الديره، هاتشك لما الديره، الديره الخميسيه، ابو عبد الله، الباشيه، مو بس العوادل ولا بس قابد الباش ولا بس الشوملي، هذا سده ياس، هذا ينزل منا، ينزل قبالنا، ينزل ما يطلع بعندنا مي، ينزل مشيت. فقلنا لهم انتم لازم تسوون لنا شغله نظام المراشنه، مراشنه لو تنطونا خمس ايام وتهدونا 10 ايام نقبلها، لو تنطونا ثلاث ايام وتهدونا 10 ايام نقبلها، بس لازم اكو نظام مراشنه حتى يوصل مي عاد لو بس النهران. احنا كان يطب مي على مود البرينه، البرينه تشتغل ظل من حضر القاع، هسه حتى البرينه جفت وقفت وضعيتنا، يعني لا جفت البرينه بعد ما صار انعدام بالحياه، وين نروح رايك؟ احنا زرعنا انتهى عفنا وحلالنا مات، وهسه احنا حدنا بس بنفسنا ونفسنا، وما حد يجينا ويقول لنا شنو انتم؟ لهيك مرحله وصلت ويانا، فاحنا انتم بعد ننشد المصرين. احنا ننتخب ابتهال من شدة جريان، واحنا تجينا كل سنه اصوات، تجينا ناس هنا يقولون نجيب لكم مي، يقولون نجيب لكم مساله، وبعدين من يفوز تروح له، تروح للدق بابه ما يطلع لك، الدق علي ما يجاوبك. احنا هاي مرت علينا، واحنا نريد ننتخب الدكتوره بتعال تشوف المعاناه مالاتنا، اريدها تفزع عنا، اريدها تفزع عنا بالساله، لا عندنا ساله، لا عندنا مي، لا عندنا مستوصف، لا عندنا مدرسه، وهاي اطفالنا هيشوفها قدامك، وهاي نهراننا هيشوفها قدامك. زين دكتوره هسه انت ايش تشتغلين حاليا؟ انا اشتغل بالرعايه الاجتماعيه. بصفه شنو؟ مديره موارد بشريه. وزارة العمل تشتغل بشكل لطيف جدا هاي الفترة. الرعاية وال ما ادري باب هنا شنو الخدمات اللي تقدموها؟ هم بس هي اطلاق الرواتب، غير اللي يشملون الرعاية الاجتماعية. لا مو بس هيك، اللي يقدمون واللي يستحقون والباحث وما اعرف شنو، عندك معلومات عن هذا الموضوع؟ عندي. في احدى المحافظات صورت احد الاخوة قال لي ما اعرف يعني هو حلف وكذا، وقال الباحث يريد 300 الف يطلع. باب لها ماكو شيء؟ لا استاذ ماكو شيء، يعني لا ابد التعاون كلش قوي، يعني يعني بس مرات نقول لهم يا بطلعوا لها المجمع، خابرونا ناس قالوا نريد باحث، راسا يطلع الباحث ثاني يوم نعطي تليفونات يتصل عليهم. يعني انت تعتقدين انه وزير العمل ابدع خلال هذه الفتره؟ اكيد ايه، وخاصه الشمول الكبير اللي شمل به عدد فئات كلش كبيره، يعني اول مره تصير يعني بهيك وصوره عامه، وشال هناك هو كانت هناك معوقات اصلا، كانت العده قاع زراعيه ما مشمول هسه سياره عندهم اي هسه لا هواي تسهيل تسهيلات كلش تسهيلات وكانت وهسه الخدمه اسرع. يعني اللي قدم تلقاه شهرين ثلاثه طلع الراتب مالته. زين انا اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، تكونين انت عضوه مجلس محافظه بابل، تخدمين اهلك وناسك وتخدمين بابل. طيني العالم بلا زحمه عليك. مشاهدينا الكرام، اللي يحمل هذا العلم العراقي عيني او موجود، طبعا هذا العلم العراقي موجود في كل الدوائر، دوائر الدوله، موجود في على البنايات، وموجود في غرف المدراء العامين يم النواب، وبرئاسه الجمهوريه، وبرئاسه الوزراء، وبكل مكان. العلم العراقي هذا العلم اللي يمثلنا، اللي نتشرف به، اللي نتشرف به حقيقه. بالتالي اللي يحب هذا العلم لازم يقدم خدمة، والخدمة لازم تكون حقيقية وواضحة على أرض الواقع. أنا ما أريد أحكي على أي أحد بطريقة سلبية، بقدر ما أنبه وأقول له أرجوك اترك موقع المسؤولية إذا أنت مو قدها، اترك كرسيك وانزل للميدان وشوف، شوف الناس وشوف الضيم، وشوف الفلاحين العراقيين اللي المفروض يزرعون بلدهم صاير بيهم. هذا المنظر شفته في أغلب مناطق بابل، هذا المنظر، مع أنه احنا عندنا مي لكن أكو كميات من الماء متفق عليها من قبل وزارة الموارد المائية، وزارة الزراعة وكذا، أكو تنسيق بيناتهم. هذا لكن نهر العوادل كيلو 7.5 للسنة، المي ما واصل هاي المنطقة. زين كيلو 7.5 نهر العوادل. بالتالي هذه أراضي صارت جرداء، يعني ما يستفادون من عندها، في حين المفروض تنزرع. وبدل ما نستورد طماطة ونستورد بوتيتة ونجيب رمان مدري منين ونجيب برتقال مدري منين، نشغل قاعنا،
نشغل الفلاح، نشغل الايدي العامله، الاسعار ترخص. يقول لك الطماطم ب 5000 دينار، ليش يابا؟ مو بس الزرع، حتى الثروه الحيوانيه والسمكيه، كل شيء عندنا، بس تخطيط ما عندنا صحيح. هسه الاطلاقات المائيه فتحوها ومناسيب المياه شوي ارتفعت دجده والفرات. غير استفاد من هذا اغذي الاراضي اللي هي منكوبه. شنو الفائده استاذ؟ ما وصلنا، احنا ما وصلنا ماي نهائي. لذلك ارجوكم، ارجوكم بدافع الانسانيه، بدافع الضيم والالم اللي احنا مشتركين به كليتنا. كليتنا عايشين بالم. هذا الالم عاش ويانا من احنا صغار لحد هسه. غير نتكاتف، غير نتعاضد. المسؤول اللي هو في الوزارة المعنية، وزارة الزراعة، الموارد المائية، المحافظ، أي مكان، يسوون لجان، بس لجان تشتغل، تتعب، تطلع بالحر، بالبرد، بالمطر، بالضيم، يفترون، يقولون هاي المنطقة من هاي المنطقة لهاي المنطقة نقدر نعطيها مي خلال هاي الفترة، ذيك المنطقة وذيك المنطقة أيضا نقدر نعطيها مي. بالتالي أنا دا أخسر مساحات كبيرة من الأراضي. عوضني عوضني. اليوم أنا أزرع، اليوم أزرع أستاذ العزيز. حقك. يعني خطة شتوية أزرع حنطة شعير حلالي مات. حياة بعد ماكو أستاذ. أنت ما أعطيتني خطة، ما أعطيتني مي. عوضني. عوضني عوضني هاي. لا تتركوهم. لا تتركوهم بدون. عوضني تعال. لا تتركوهم بدون تخطيط رجاءً. نناشد وزارة التربية، نناشد وزارة التربية. شنو مدرسة لحد الآن ماكم مع أنه أكثر من شخص متبرع بدونهم ودونهمين وثلاثة. تعال بدونهم مدرسة. ماي ما عندنا مدرسة. مستوصف ما ماكو. اي هاي ايش طلعت هاي؟ وين ما نروح نفس الحكي دا يصير. احنا طقت. لازم حلول. الوادم هاي باعت ابو عبد الله. على كل احنا نتمنى التوفيق للدكتورة إيمان. للدكتورة ابتهال. ابتهال من شدة جريال. وان شاء الله تقدر تخدم اهالي هاي المنطقة ومو بس هاي، كل بابل باذن الله سبحانه وتعالى، لان احنا حقيقة نريد يصعد الشخص النزيه والكفؤ واللي يشتغل وما يخاف، شجاع. مو يسوي مشاكل، لا، وانما بالحق يطالب بالحق من اجل انه يحقق فشيء على ارض الواقع. خلاص ها هي، والناس تشارك بالانتخابات ان شاء الله اللي هي يوم 18 12 انتخابات مجالس المحافظات.